اهلا زيونات، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في قناه وصفات فاطمه زهراء. كنرحب بكم وكنرحب بالبنات الجداد اللي ضافوا القناه، وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا، نورتوني ونورتوا القناه، وكنشكركم بزاف 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 على الدعوه ديالكم. كما شفتوا الصوت ديالي شويه، الحمد لله، اللهم لك الحمد، كنشكركم والله يشافي الجميع. كما شفتوا الفيديو ديال اليوم غادي يكون على هاد لي سواري او لا باستيليس او لا حلوه لا كريم كما كنقولوا، فرضيه هي سهله وبسيطه. الى همكم الامر، نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. والبنات دابا غنمر باش نطرب الناطه. هنايا عندي هاد الناطه. البنات بزاف سولوني هاد القشطة الطرية، سولوني الماركة اللي كناخد، كناخد هاد بوليبا، وكاين حتى بريسيدنت حتى هي. بالنسبة للمغرب كاينة هولالا، هولالا حسن منهم بزاف وحلوة، يعني بلا ما تحتاج دير فيها السكر. هادي ضروري خصني ندير فيها السكر. هنا عندي 150 غرام، وهنا عندي إيترو. صافي دابا عندي هنايا فين غنطربها بارد، وعندي تن هاد القشطة الطرية تاهي باردة. صافي هنايا انا غنطربها بشويه بشويه. صافي البنات هاي وجدات، كما كتشوفوا كتجي عاقده. شفتوا البنات كتجي عاقده وزوينه. المهم دابا انا غنحطها في الثلاجه حتى نبغي نستعملها. وهنا البنات عندي جينواز اللي سبق لي وشاركته معكم في القناه، ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديالو تحت الوصف في صندوق الوصف. كما شفتوا عندي ثلاثه كتجي خفيفه. هنا عندي ثلاثة قطع البنات، حطهم على جانب. وهنا عندي القشدة الطرية أو الناطة اللي طربتها معاكم، كما شفتو كتجي عاقدة على هاد الشكل، زوينة البنات هاديك المرة. صافي وغنحتاج هنا السيرو. السيرو البنات هادي درت فيه نص لتر ديال الماء، درت فيه جوج معالق كبار ديال السكر وساشي ديال الفاني وقطيره نص معلقه هكا ولا معلقه صغيره ديال الحامض. صافي وكنخليه حتى كيغلى مزيان، حتى كيغلى وصافي كنديرو باش كيبرد. هنا عندي بارد وصافي. دابا غنبدا في المونتاج ديال الطارطه. فهنا اول حاجه غناخد واحد الطبقه ونعبرها بالاطار، نقطعها ناخذ القياس اللي غنبغي. كنضل هكا كيفاش صافي. هنا غنحاول نقطع الجوانب غير بشويه. صافي البنات هنا مني دورتها كامله، هنا كنجي كنحيدها غير بشويه. كما شفتو كتحيد بسهوله.
صافي البنات كما شفتم، غندير نفس الطريقه، يعني غنقطعهم متساويين ثلاثه ونرجع معاكم. وكما شفتوا انا كملت التقطاع ديالهم، دابا غنبدا في المونتاج. نجيب هذا الاطار نديرو عليه هكا من الجناب، صافي نحاول ما امكن نقعدو. صافي دابا غنبدا نسقي الجينواز اللي عندي بهذا السيرو. نفتلي صافي، نجي دابا ندير ناطة. سرحها مزيان على هاد الجينواز، كما شفتوا البنات هاد الناطة كتجي عاقدة ساهلة في الخدمة. نزيد واحد شوية هنايا، نحاول ما نكترش من الناطة. صافي دابا غنزيد الطبقة الثانية. وصافي كما شفتوا انا دابا دهنتها كامله، غنزيد الطبقه الاخرى اللي بقات ليا. دابا غنزيد الطبقه الاخرى طبيعه الحال، يعني غنخلي باش غنزين من الفوق. كي شفتوا باقي عندي هنا كميه، صافي هنا غنحاول نقادها بهذا.
وصافي زيونات، انا دابا ندخل الكونجيلاتور حتى الغدا ان شاء الله، عاد يعني خليها تبات حتى الغدا، عاد ندير لها الكلاصاج ونقطعها. وبالنسبة للكلاصاج الزيونات، أنا كنستعمل هاد الفرومبواز كما شفتوا، أنا عندي مجمد، خديت 150 غرام تقريبا ديال الفرومبواز، وزدت عليه معلقة كبيرة ديال السكر صافي، وغنشعل عليه دابا باش كي ندمج مع داك السكر وكيطلق راسو صافي. دابا غنطحنو مزيان. بالنسبة لي أنا يعني كنخلي بديك الحبيبات ديالو، نتوما اللي بغيتو تصفيو صفيو صافي. وهنايا كي ياخذ لي هاد القوام، وكنضيف له معلقه ديال الجليكوز. بالنسبه لي انا كندير الناباج، ما بقاش عندي الناباج، كان عندي الجليكوز، درت معلقه. تقدروا ديروا يعني بجوجهم بحال بحال، كيعطيو نفس النتيجه داك البريو صافي، كيولي على هاد القوام. انا ما غنصفيش، نتوما الا بغيتو تصفيو صفيو. نفس الطريقه بالنسبه لهاد الكلاصاج الثاني، انا عندي هنايا حبه ديال الكاكي، تقدروا تعوضوها بالمشماش او الخوخ، نفس النتيجه صافي. كنزيد له حتى هو معلقه ديال السكر سنيده، وكنديروا هكا في البوطه يطيب غير شويه البنات، باش من بعد ملي كيبرد ما كيكحلش. نفس الطريقه يعني غنطحنو، غنزيد فيه معلقه ديال الجليكوز او لا معلقه ديال الناباج وصافي. البنات كانوا هادو كلاصاج يعني ساهلين، و مع الفيديو غنعطيكم طريقه اخرى اللي سهل منها وصافي. البنات هانتوما معايا. ودابا الطرطه يا البنات خرجتها من الفريغو. هنايا البنات كما شفتوا انا حيت الاطار، غنجي لهنايا غندير العبار ديالي، تقريبا هنا حددته. اجي البنات غنحتاج هنايا هاد الموس هكا يكون ماضي، وعندي هنايا الماء طايب كما شفتوا، باش غنبقى نديرو هنايا، غندير بالمعلقه نبقى نكب عليه حيت ما عنديش شي حاجه غارقه. نجي هنا نبدا نقطع، صافي كما شفتو. غنمسحو عاوتاني ونديرو في الماء سخون. صافي هاي كما شفتوا البنات كي كتجي صافي. دابا عندي ثلاثة غنبدا نزينهم. غنجيب واحد هنايا، هنا كما شفتوا البنات غادا نبدا نزين. هنا عندي الفرامبواز اللي وجدته معكم دابا، وعندي الكاكي كلاصاج ديال الكاكي، وهنايا عندي الشوكولاته البنات دانون هنا باش بلا تعقيدات، اللي بغات يعني ما ديرش هادو، مع انهم ساهلين يعني غير بالفرامبواز وغليكوز ولا يعني اي نوع من ديسير ديروا معاه غير الجيلاتين، لا اسمحوا لي ماشي جيلاتين، الناباج ولا الغليكوز. بالنسبه لي انا ما كانش عندي الناباج، بقى عندي غير شويه، درت بلاصتو غليكوز وصافي. واللي ما خصها لا غليكوز لا ناباج دير هكا دانون. انا غنديرو قدامكم بسم الله،
وهنا البنات نسيت ما قلتش لكم، تقدروا ديروا هاد دانون دانيت ديال الشوكولات او اللافاني او الكراميل، هما كيعطيو نفس النتيجه. يعني هو ما ديروا فرومباز ولا الكاكي بحال اللي درت انا، ديروا غير دانون راه كيجي حتى هو ساهل. صافي غنبقى مستمره. وهنا كما شفتوا الزيونات، انا هنا درت دانون، دابا غندوز باش نقطع الطريفات. صافي البنات كما شفتوا انا قطعته، دابا غنجي هنا عندي الكوك، نجي هنا في الجنب ندير بحال الشكل ديال المثلث، نزيد نكمل. صافي البنات كما شفتوا انا عندي هادو، هاد البونبونات هو اللي غنزوق بيهم. شفتوا على هاد الشكل نحطها هنايا. حنبين هاد الشكلاط اللي فوق. وصافي على هذا الشكل. شوفوا البنات ما لقيتش فاش ندير هنايا الطرطه لتحت، قطعت هي داك البلاطو. ها انتم شوفوا معايا شفتوا قطعته، ممكن نصوب بيه هذا شي البنات، حيت ما عندناش هنايا منين ناخذوه. قطع هنايا من الجناب، المغرب كاينين ولكن هنايا والو، ما انا بعدا ما لقيتهمش. ها انتم البنات كي ساهل صراحه. وعندي هنا هنا غندير هاد الكلاصاج ديال الفرامبواز. دابا ان شاء الله نقطعهم. صافي غنجيب هاد القشده الطريه اللي درتها في هاد الجيب الحلواني ولا الفوق، صافي نبدا نشكل هنايا. ندير وريضه صافي، وغنجي هنايا بالفرومبواز غنحطو هنايا. وهنا كما شفتو هذا اللي صوتو معكم، ودابا نفس الشيء غنبدا نقطعو من الوسط. وصافي هنا غنبدا نزين لهاد الطريقة.
ماشي. وصافي دابا هنايا عندي هاد القرقاع على هاد الشكل. نزوقو القرقاع من الفوق. وصافي زيونات هما كملتو. وكان هذا هو الفيديو البنات، نتمنى انه يعجبكم. كما شفتوا حلوه لاكريم يعني اولا باستيليس بمقادير جد بسيطه سهله واقتصاديه. نتمنى انكم تجربوها، وان شاء الله الى عجبكم الفيديو تبارطاجيو ما بين الاصحاب والاحباب. وما تنساو تخليو لي لايك باش تشجعوني نزيد نعد اكثر. وان شاء الله كان هذا هو الفيديو، نتلاقاو مع فيديو جديد مع وصفه جديده. خليتكم على خير وبسلام عليكم.